يقول الكتاب المقدس كده قوله حلو قوي: الهم يحني الرجل. اكتر حاجه تحني الراجل ايه؟ الهم. انك تشيل الهم ده يخليك انسان عجوز، يحنيك يعني يخلي وضعك غير سليم، يعني ماشي زي المرأة المنحنية باصص على الايه؟ على الارض. واللي باصص على الارض ما بياخدش من الارض غير الايه؟ التراب. لكن اللي باصص على السماء واخد الايه؟ السماويات. فما تخليش حاجة تخليك تشيل الهم. لكن عاوز اقول لك كده، معنى انك انت شايل الهم يعني انت مش بتثق في اله مرتب الكون كله، مرتب كل لحظه بلحظه في حياتك. شايل الهم تبقى انت علاقتك بالله غير سليمه. ليه؟ اسمع قول البابا كرولوس: لا تفكر في الأمر كثيرا، بل دع الأمر لمن بيده الأمر. عايزك تفكر في قول الأنبا نوفير: اللي عايش في حضن أبوه السماوي ما عندوش هم يشيله. ما عندوش هم ايه؟ ده اللي عايش في حضن ابوه السماوي. لكن في ناس كتير مش عايشه في حضن ابوها السماوي، او الشيطان بيجرها لتحت عشان ما تحسش ان الله يقدر يرفع عنها اي هموم. فكر في الكلمات بتاعت البابا كرولوس، فكر في كلمات الانبا المفير، وبص البصه للمسيح انه يقدر يشيل كل عنا الأتعاب وحزن وهم من عليك.